وللحديث أكثر عن استمرار معاناة المهاجرين والنازحين من جرف الصخر والعويسات التابعتين لمحافظة بابل رغم مرور 8 سنوات وأسباب وتداعيات ذلك، ينضم إلينا عبر سكايب من الدوحة المتحدث باسم مرصد أفاد السيد حسين دلي. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، حياكم الله، يا مرحبا. أستاذ حسين، رصدتم في مرصد أفاد معاناة عشرات الآلاف من المهجرين قسرا من سكان تلك المنطقتين، منطقتي جرف الصخر والعويسات، وذلك على الرغم من مرور 8 سنوات، ليس سنة أو سنتين. لو تقدم لنا تصورا لو سمحت عن الأوضاع الآن هناك، كيف تبدو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للرافدين، تحية لجمهوركم الكريم. كل الناس يعرف انه هؤلاء المنكوبون منذ تقريبا 9 سنوات هجروا عن مناطقهم، والحديث هنا عن اهالي جرف الصخر والعويسات التابعه لمحافظه بابل، واول من تبرأ منهم محافظ بابل، والمسؤولين في المحافظه يعتبرون هؤلاء لا ينتمون لمحافظه بابل، وبالتالي تبرأوا منهم على المستوى الاداري وعلى المستوى الانساني وعلى المستوى الحقوقي. وكل هؤلاء الذين نزحوا إلى منطقة بزيبز الواقعة قرب منطقة عامرية الفلوجة غربي العراق، غربي محافظة بغداد، يعيشون في أوضاع مأساوية جدا جدا جدا، معاناة لا تكاد توصف. نحن عملنا أكثر من تقرير وأكثر من بيان وأكثر من حملة، وعشرات المنظمات الإغاثية كانت تتواصل وتحاول إيصال إغاثاتهم إلى تلك المناطق المنكوبة، سواء أهالي بزيبز من جرف الصخر والعويسات أو النازحون من محافظة الأنبار في مخيم العامرية المركزي. نعم. هذه المخيمات الآن هي مشتتة، لا تحظى بأي رعاية حكومية ولا حتى من المنظمات الإغاثية، ليست هناك انتظام او اغاثه دوريه تصلهم، سواء على مستوى الطحين، مستوى الرز، السكر، مواد الاغاثيه، ناهيك عن موضوع المنظفات. كثير من الاشياء التي وردتهم، وخاصه في حمله العام الماضي عندما كانت الثلوج والبرد الشديد والامطار الغزيره التي انهكت مخيماتهم، حدثت ما يشبه الفوره من بعض المنظمات، من بعض المساجد، من الوقف السني، من هيئة علماء المسلمين، من كثير من الجماعات ومن داخل العراق ومن خارجه، أوصلوا معونات جيدة. لكن هذه المعونات الإغاثة كانت في تقريبا شهر ونصف، معظم الإغاثات بعدها باستثناء شهر رمضان تكون فقيرة الحال، والناس بالكاد يعيشون. وأنا أعرف يعني الفريق مرصد أفاد الذي زار تلك المخيمات ينقل الحقيقة واقع مرير جدا. هؤلاء لا يجدون حتى كيلو الطحين، أما إذا تكلمنا عن اللحم أو الدجاج فهذه تصبح من الأحلام ومن الأمنيات. فنتكلم عن واقع مرير، لا ملابس ولا غذائية. الآن المدافع النفطية التي وزعت لبعض المخيمات، ربما بعضها لم يوزع لكل الخيام، وبالتالي هناك مشاكل عويصة تحتاج أن الحكومة العراقية ووزارة الهجرة بالدرجة الأولى تلتفت إليها، ثم نوصي وندعو ونناشد المنظمات الإغاثية بدعمها. اللافت أستاذ حسين، اللافت أنه لا حلول من الحكومة، لا مبادرات، لا محاولة لمساعدة هؤلاء النازحين أو حل مشكلتهم، لماذا باعتقادك؟ يعني احنا طبعا دعونا في بيان المرصد يوم أمس أو اليوم صباحا إلى أنه السيد رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني ينبغي عليه أن يتخلى عن النهج الذي اتبعه الكاظمي وعادل عبد المهدي وحتى حيدر العبادي، رغم أنه في أيام حيدر العبادي كانت المنظمات الإغاثية جيدة، مع عادل عبد المهدي كان هناك تضييق، لكن المنظمات الأجنبية على وجه الخصوص كان يتم السماح لها. لما جاء مصطفى الكاظمي للأسف بالتواطؤ مع بعض الساسة حتى من المكون السني، كأنهم التموا على هذه المخيمات، ولا نتكلم فقط عن مخيمات بزيبز وعمرية الفلوجة، فالمخيمات في الموصل أكثر، المخيمات المهجرين في ديالة، في صلاح الدين، حتى المخيمات في كردستان التي هي أحسن بكثير،
من بقية المخيمات في نينوى والأنبار هي تشكو من الإهمال ومن اللامبالاة. هذه الحكومة مدعوة لأن تنتج أسلوب مغاير، وأن تتذكر أن هؤلاء بالمحصلة هم عراقيون، ومسؤوليتهم وإغاثتهم وحياتهم على المحك، وهي بالدرجة الأولى مسؤولة الحكومة العراقية. أنا هنا يعني أدعو على وجه الخصوص سيد رئيس الوزراء إلا أنه يغير وزيرة الهجرة. هذه الوزيرة فيان جابرو للأسف هي متهمة بخذلان، بل هي متواطعة على عملية إجبار سكان تلك المخيمات في العامين الماضيين على المغادرة، إما بالخداع وإما بالإجبار وقسرا وعنوة. وكل من خرج كان موعود بأن يعطى مبلغ جيد ويوفر له سكن، لم يحدث لا هذا ولا ذاك، كانت مبالغ بسيطة ضئيلة مقابل الخروج. وبعضهم طبعا بعد أن أمرت وزارة الهجرة جميع المنظمات الأجنبية بالمغادرة ووقف مشاريعها، كانت هناك مشاريع تعليمية، مشاريع صحية، مراكز طبية، إغاثة شبه جيدة، كان يسمح لكثير من المنظمات والمسيرين. الآن 70-80% من هذه المنظمات، من هذه الإغاثة انقطعت، والناس بمرور السنين، نحن نتكلم عن زيابز، نعم، يعني أهل الجرف وأهل العواسات 9 سنوات، عبرية المركزية، عفوا المخيم العبرية المركزي 4 إلى 5 سنوات، فالناس ملت يعني، وحتى الذين يعطون قدراتهم محدودة. وبالتالي الدور الكبير على السيد رئيس الوزراء أن يجد حل، إما بإرجاع هؤلاء، وإلى أن يتم إرجاع هؤلاء يجب عليه أن يوصل ويوصي بإعادة إغاثة هؤلاء أسوة ببقية العراقيين الذين يتحمل مسؤوليتهم. هذا إذا كان الأمر يعني الحكومة وهي لا تتعمد ذلك من أجل تغيير الواقع الديموغرافي في تلك المناطق. بالتأكيد يعني نحن أكدنا في السنوات الماضية أن هناك محاولة ل يعني إقناع هؤلاء خاصة من أهل جرف الصخرة والعويسات أنه انسوا أماكنكم، انسوا مزارعكم، انسوا بساتينكم، ما ترجعون أحير بنفسكم. طيب أنتوا يعني إذا أردنا نغض النظر عن موضوع التغيير الديموغرافي، زين أنتوا الحكومة غير المفروض تعطيهم رواتب اجتماعية، رعاية اجتماعية، هؤلاء أغلبيتهم أيتام وأرامل. يعني إحنا عندنا في الإحصائيات التي عملناها وهي أول مرة في باسم مرصد أفاد، عندنا 7 قطاعات في بزيابز و10 قطاعات في مخيم العابرية المركزي، نعم، تتحدث تقريبا عن أكثر من 250 أربلة، تقريبا 400 إلى 500 يتيم، ناهيك عن المعاقين، عن ذوي الأمراض المزمنة، يعني لا رواتب رعاية اجتماعية، نعم، أبهاتهم وإخوانهم المعيلين بين مفقود وسجين وبين مقتول، لا إغاثة، ولا تسمحون لهم يرجعون إلى مناطقهم ومدنهم. شكرا. ولا توفرون لهم سكن أو تدبرون فلوس إيجاراتهم. إلى من يلتجئ هؤلاء؟ بالتأكيد الذي يتهم الحكومة بالتواطؤ والخذلان لا عنده الحق، وهو غير منحاز في هذه المسألة، بل الحكومة مقصرة تقصير كبير، ولذلك ندعوها إلى تغيير هذه السياسة. المتحدث باسم مرصد أفاد سيد حسين الدلي، شكرا جزيلا لك.